تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين عن باقي الأسواق بمحافظة بني سويف. ووصلت المبادرة أعمالها بمركز الوسطي، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال منفذ بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد من اللحوم المجمدة و90 جنيها للدواجن. تتميز هذه اللحوم والدواجن بالجودة العالية والنظافة وتوفر كافة الشروط الصحية التي تؤكد ضمان سلامتها حتى الوصول للمواطنين.